تتابع حساباتك بتويتر انت بنفسك؟ اتابع حساباتك؟ حساباتك انت؟ اي اكيد. وترد عليها انت بنفسك؟ اي. في بعض ترى تابعتك الفتره الاخيره وقاعد الاحظ انت تتابع ولا لا. في ردود او فيه بعض التغريدات ما رديت عليها انت وابيك ترد عليها الان. الحين؟ الان معك 90,000 حرف. وش التغريدات؟ لا 200 حرف. طيب اقرا لك التغريده. يعني اطلع جوالي واكتب صدق يعني؟ اي لا 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 ابغاك ترد علي الحين. معلش توقعتك يعني رد في تويتر نفسه. لا في تغريده تكررت بشكل كبير. ممتاز. يقول لك لكن اخذت اول واحده غردت فيها طبعا وبعدها جاء يمكن حول 20 او 30 او 40 تغريده نفس المعنى. حلو. يقولون سعد الكلثم حسنت برنامج حياتك. هذه المغرده الاخت اشواق. ترى استحي مره. طبعا بعدها جاء 30 الى 40 الى 50 تغريده بنفس المعنى. المعنى هذا. اي سعد حسنت برنامج حياتك. مهم انت بزملائك الموجودين ولكن هذا راي محبينك. اول شيء اللهم لك الحمد والقبول من الله سبحانه وتعالى. ولكل شخص وجهه نظر، الحمد لله اني انا يعني الناس اني نلت اعجابهم من ناحيه الاشياء اللي انا اقدمها. وانا حريص يعني بشكل كبير اني احاول اقدم شيء يرضي الناس اللي تتابعني، يعني الان انت استاذ عبد الله العبودي. قبل لا اقابلك وقبل لا اعرفك اشوف من هو عبد الله العبودي، من وش يحب؟ اذا قابلته اقابله بالشيء اللي يحبه عشان اكسبه. فانا هذه قاعدتي، فاللهم لك الحمد انه يعني شفت القبول من الله في الناس هذولي. اللهم لك. اقول لك اشهد الله على محبتك. يا حبيبي. اي والله. الله يسعدك. اي والله. لكن في تغريده بعد. في تغريده يقول لك وترى تكررت ها؟ اسلم. قالوا فشل. ممتاز. والمشكلة أنه أكثر شخصية بارزة ممتاز وناجح في برنامج حياتك ولا يزال الشخص الوحيد من البرنامج الأكثر مشاركة في القنوات والحفلات. فأنا أقول حي الفشل اللي خليني سيد قومي. والله أيوة. طبيعي ترى طبيعي يعني شوف كمثال الشباب هذولي ونعم فيهم ولا قصورهم في أحد يحبوني تمام طبيعي كلهم بيقولون كلمة زينة لي تمام وعندك واحد من الناس ما يحبني بيجيك بيفتح لك ألف حساب بيقول فاشل أنا فلان الفلاني أنت فاشل أنا وهو شخص واحد يعني في الأول والأخير عرفت فطبيعي أنه كل ما شفت هالكلمة متكررة عليك لكن إذا شفتها كلها كذا أعرف أنك فعلا فاشل لكن إذا شفتها يعني قليلة ومن كذا شخص أعرف أنه أنت ناجح لكن حتى الشخص هذا شفت الواحد ذا أنا عندي ثقة بالله عز وجل ثم فيك أنك قادر تقنعه ولكن مسألة أنه يحطك بزاوية هو يسمع لك بس وفعلا ترى هو مقتنع بكل اللي انا قدمه ويحب يسمع اي لكن ممكن حدث او شيء خلع ربك بس الله يسعدك طيب انا باعتقادي من تغريده شفتها من التغريدات وقديمه طبعا اعتقد ان سر نجاحك بعد توفيق الله عز وجل بعد هالتغريده هذه وش هي؟ عندما انت فاشل التغريده تقول بين قوسين يا رب تسخر لوليدي جنود السماء والارض وتهديه وتحفظه لي والله يحفظك من امك يا حبي هذه من امك كانت يا الله يطعني عنها والله الوالده يعني لو ايش ما قلت فيها امي هي اول داعمه لي امي هي اول من نهد لي الطريق امي هي اللي لو اقول لها يما بسوي كذا تقول انا اول من بيوقف معك لو ايش ما بتسوي لاني ان شاء الله تتابعنا بس الحين لبيه ان شاء الله تتابعنا ما يحتاج امي عليك لو خذ المدح يا حبيبي الله يسعدك طبعا امي ترى مغردها التغريده وانا عندها يعني مغردها التغريده وانا عندها فالله يسعدها امي يعني ما تبغى الحلقه كلها تصير عن الام صح فلا تفتح مجال عشان ما يكثر الكلام عنها طيب والله اني احب الوالده يعني من كل شيء هي كانت اول داعمه لي اسلم الله يخليها لك يا رب طيب في نشيد انشدته انت بال برنامج حياتك ممتاز ايه يا سرب الحمام حلو ودي نسمعه وبعلمك ليش انا اخترت النشيد هذا ابشر وقبل لا اسمعك لانه مو موجود بالتتر ولا هو موجود بالنشيد الاصلي اصلا كان في برنامج هو المنشد الجميل عبد المجيد الفوزان ما يحتاج ومسي عليه بالخير اعجبني اختيارك هذا واحد اثنين ابعلمك ليش انا اخترت النشيد يلا ابشر سمعنا اياه واعطونا الصوت السماعه يا اخوان ودنا نسمع تكفون بسم الله نبدا تفضل ايه يا سرب الحمام تجتول بين الغمام تارك عنك غريب من همومه ما ينام ترى أهله بكوه هم يبونه أوجفوه ولا راحوا عن غريب غاب عنهم ثم نسوه
يا حمام سربلت تخبرني ما سالت تخبر انك من غريبا جيت وليتك له ما جيت. الله الله عليك الله عليك. الله تدري ان هذا اول تعامل لي معك؟ ها؟ لان هذا العمل من الحاني انا عشان كذا اخترته. ما شاء الله من الحاني. اي نعم. فهذا اول تعامل. اقول لك شيء اقول لك شيء والله اني كل ما قلت هالعمل اذكر شخصين طبعا الاساس عبد المجيد الفوزان وتجي انت في بالي ما ادري ليش. يا حبيبي مو يا انه عشانك ملحنة. لا والله سبحان الله. لا الالحان مثل عملك اللي قد قلته اللي هو يا خاله نمه تقريبا. لا لا العمل اللي كنت قايله في فيديو كليب وثلج مسكين مسكين حركات مسكين يا قلب انت للا قريب من النوم. نفس الاجواء ايه؟ كلها نفس الاجواء. فكل ما قلته والله اني اتذكرك انت عبد المجيد. لا هذا طبعا كان مسلسل اي ما يحتاج غبار الهجير. اذكر عبد المجيد الفوزان الله يذكره خير كان المنسق عنده وليد وليد لا وليد زويد الله يذكره بالخير. ما شاء الله عبد المجيد هو على قولتهم الحاضر. فقال لي نبي لحن للقصيده هذه ولحنتها وسجلها اذكر عند عبد الله سكيتي. ولكن للامانه انا معجب باداء عبد المجيد ولكن بعد الاعاده بالصوت اللي انا سمعته من عندك وسمعته من عند عبد المجيد انا اقول عبد المجيد استرح شوي. لا يا حبيبي والله. لا عبد المجيد مدرسه يا حبيبي. طيب نتعلم من عبد المجيد كل شيء. منشد تتمنى تعمل مع دوت وغيري طبعا. الله. مشاري عفاسي او موسى العميره؟ مشاري عفاسي. طيب شوف شوف دقيقه. لا لا انا ما احب المقارنات هذه. لا لا قلت مشاري عفاسي من قبل لا تقولي الخيارات. موسى العميره ترى من كان من اكثر الناس داعمين لي قبل البرنامج. عارف. وقبل لا اكون فهمت. عارف. واثنينهم. عارف. انا اتمنى اني اسوي معك لكن مشاري عفاسي بالنسبه لي هو اساس ولا قطع وارد. لما اعطيك صح ولا خطا صح ولا خطا اعطني صح او خطا. بس مشاري عفاسي يعني بالنسبه لي هو اكثر شخص طورني رغم اني ما قد قابلته ابدا لكن سبحان الله تعلمت منه. اي كاميرا حقت ميرغلي شوف عندك الزول الجميل هذا ممتاز. تابع والله احفظك وانت تتكلم. انا اروح هنا ما فهمتك ترى. خل وجهك من هنا. ابشر. يا سلام عليك. يلا زين. هذا الوجه الجميل. طيب عندي كذا العفاسي ولا موسى العميره؟ طبعا موسى العميره مبدع واتمنى اني اعمل معه يعني فعلا دوتو لكن مشاري عفاسي امنيه الجميع. امنيه الجميع بس عرفت بلا منازع. طيب فيه ال 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 لو ذكر اساس الانشاد ذكر مشاري عفاسي. ممتاز. نعم. صاحب الصوت الجميل وملك الشيلات انا اسميه اللي هو مهنا عتيبي وفيه عبد العزيز العليوي. لو خيرتك بين الاثنين بعمل دوتو مهنا العتيبي او عبد العزيز العليوي؟ نعم. أكون صريح معك؟ نعم. طبعا ترى مهنة طبقته عالية الله يعينك. اي يعني لو بدخل مع مهنة يمكن اطلع كذا عبارة عن طماطة. خليك مع العليوي. ممكن العليوي. ليش؟ اختيار فني عشان تكون اختيارك هناك انت بالعفاسي فني هنا اختيار فني. نعم. بس. طيب خليني بشوف السؤال. قضنا الأسئلة طبعا اللي بالبير لكن انا عندي سؤال. سم. العمل الجديد اللي عند سعد سواء بالاستديو او محضر له يعني ان شاء الله قريب يعني. الا باقي شوي بس ما قدرت اشبككم. اسلم. وش هي؟ عمل جديد. انا عندي عمل جديد لكن قاعدين نشتغل عليه الان. يعني انا بالنسبه لي مو حلو اني اوعد الجمهور بشيء بعدين سبحان الله يحصل لك ظرف يتكنسل وتقع في حرج مع الجمهور لاني صراحه قد صارت لي هالسالفه وكثير بعد وتوهقت وعاد ايش اسوي. فما احب اوعد يعني خلاص كثر ما انه انت ودك تدخل عليهم خلى بظروفه اي تدخل عليهم فجاه كذا تخليهم يعني وخصوصا شيء يعني يوسع صدورهم. لكن حاليا انا فعليا قاعد اشتغل على عمل بس بيض الله وجهك. نعم. وهذه اسئله الحسو والحس الحسو او التكفى الحسو الحسي فهذه منصتنا. يا حبيبي الله يسعدك بدنا تشاركنا ببعض الله يطول عمرك الله يعطيكم العافيه.